حضرتك، هل ممكن تصدير العقار يؤثر على سعر العقار بالنسبة للمواطن المصري البسيط؟ استحالة. هو تصدير العقار بيبقى حاجة خارجة عن العرض والطلب. العرض والطلب هو اللي بيعمل المحدد الفعلي لتقييم العقار، فتصدير العقار مش هيغلي العقار أو حاجة، بالعكس ده هيساعد في تسويق العقار، هيساعد في العقار المقيم بأرقام معينة، هيساعد في تسويق التقييم ده. وهو على حسب، لو نجحت الدولة في زيادة عدد الطلب على الوحدات دي اوتوماتيكلي الاسعار بتزيد زي هنا وزي بره، بس لازم زي ما قلت لك يكون في دراسه، او زي ما اتكلمنا ان يكون في دراسه كل دوله ايه احتياجاتها في تصدير العقار. هل سعر العقار في مصر هذه الايام سعر عادل ام سعر غير عادل؟ السعر عادل نتاجا عن العرض والطلب، والطلب على العقارات المصرية مش من المصريين اللي عايشين في مصر بس، لا بالعكس من كل دول العالم بنشهد دلوقتي طلبات على العقارات، واي زيادة في السعر بتكون نتاجا عن العرض والطلب. ولو في حد متصور ان السعر في ازدياد دلوقتي لازم يكون فاهم ان الطلب هو اللي في ازدياد، نتاجا ليه السعر بيزيد مش اكتر.